لو الحكاية فيها إن فيتو فتلاقي الموضوع طبعا لما كل الكلام اتعرض على الوزير يعني لازم كان وجد حل وهو فعلا لبنا ان احنا النهارده نتوسع في موضوع الاستراحات. طب فعلا بدانا ننشئ استراحات وبدانا نشتري استراحات يعني برضه على خلاك موضوع الانشاءات دي تاخد وقت تاخد على الاقل من كام 6 شهور لو هو الناس بالظبط لو الناس شغاله اللي هي حارقه نفسها للوصول بالظبط وبناء عليه بناء عليه بدانا نشتري وبدانا ناجر يعني في اسوان اشترينا استراحات شقق للمعلمين هناك عشان لان اسوان مثلا يعني حتى المتوفر سيء جدا ولا يصلح للاقامه وطبيعه الاجواء هناك وطبيعه المكان للمتوفر غير ادمي خالص فاشترينا لهم استراحات. جنوب سيناء اتناقشنا في الموضوع ده وهنأجر لهم في